الخير لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم دائما ميت غاديو، موعد جديد من برنامجكم صحة وسلامة، أكيد موضوع جديد إن شاء الله. وكيف ما عودناكم ككل يوم خميس مواضيعنا كتكون كتهم أو اللي عندها علاقة بالتغذية. فاليوم غادي نتكلموا على الأواني ديال الطهي ولا ديال الطبخ، واش كتغير القيمة الغذائية ديال المأكولات اللي كطيب ولا كتطبخ فيها. فعادة ما السيدات يعني كيعرفوا أنه الأواني ديال الطبخ كتكون مصنوعة إما من الألمنيوم، من لينوكس، من الطين، أو لا بعض المرات من الفضة ولا النحاس. بعض المناسبات يعني السيدات كيستعملوا الأواني اللي مصنوعة من الفضة ولا النحاس لطبخ بعض المأكولات. واش القيمة الغذائية كتغير ولا لا؟ هذا ما غادي نكتشفوه اليوم من خلال برنامج صحة وسلامة مع محمد الحليمي اللي هو أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية من خلال برنامج صحة وسلامة. ففي الجزء الثاني من خلال حلقة اليوم كالعادة غادي ناخذوا كل تساؤلاتكم وكل مكالماتكم اللي عندها علاقة بموضوع اليوم. أرقامنا 05 22 46 72 50 51 أو 52 أو 05 22 43 00 09، وإلا عن طريق رقم خاص برسائل الأس أم أس اللي هو 5080. كيكفي أنه في أول رسالة ديالكم كتقوموا بكتابة كلمة صحة SHA، تخليوا فراغ وتبعثوا بسؤال ديالكم وإن شاء الله نجاوبوا عليه خلال الحلقة. ثم الأس أم أس هو 6 درهم مع احتساب الرسوم والاختيارات الغنائية. ميت غاديو دائما الإذاعة القريبة منكم. من جديد كنرحبوا بكل أوفياء أنا في حلقة اليوم برنامجكم صحة وسلامة. كيف ما شرنا حديثنا فيها اليوم غادي يكون على الأواني ديال الطهي ولا ديال الطبخ وتأثيرها على القيمة الغذائية ديال المأكولات اللي كتطبخ فيها. لهذا الموضوع معنا على الخط محمد الحليمي اللي هو أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. صباح الخير ومرحبا بك معنا أستاذ الحليمي، أهلا وسهلا. صباح الصحة والسلامة للجميع، وتحية لك أختي عفاف، وتحية للفريق العمل، وتحية للمستمعين الكرام، وكنقول للمغاربة كاملين اليوم الصباح أشبه بالعيد الكبير كما كنقولوا للعيد الصغير، يعني واحد الطقوس جيدة الصباح عضو الإنسان لبس الجلابة لبس الدرافو ديال الرجاء، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. يا ربي إن شاء الله. بطبيعة الحال هي فرحة الحمد لله، المغاربة كلهم كيتقسموا هذا الصباح من بعد النتيجة الإيجابية اللي كانت. فاليوم موضوعنا كيف ما شرنا الأستاذ محمد الحليمي غادي يكون على الأواني ديال الطهي ولا ديال الطبخ. فأول سؤال نقربوا المستمعين الكرام باش يعرفوا لأي درجة الأواني ديال المطبخ ممكن أنها تأثر في القيمة الغذائية ديال المأكولات اللي كتطبخ فيها. هالتأثير كيفاش كيكون؟ نعم أكيد لما كنتحدثوا على النظام الغذائي ولما كنتحدثوا على القيمة الغذائية خصنا نعرفوا البداية والنهاية ديال القيمة الغذائية، لأن العديد من الناس ما كيعرفوش شنو بداية القيمة الغذائية. فوقاش خصنا نتحدثوا على النظام الغذائي ولا القيمة الغذائية الجيدة. القيمة الغذائية الجيدة تبدأ بمراحل. أول المرحلة هي الانتقاء والتسوق. الإنسان لما كيمشي يتسوق ولا كيمشي يتقضى كما كنقولوا حنا المغاربة، أنا خصو يكون واحد الذكاء. علاش؟ لأن هذا واحد إغراءات إشهارية كبيرة بزاف، والإنسان إلا ما كانش عنده واحد الذكاء في الانتقاء والاختيار يقدر يمشي لواحد الحاجه اللي ربما هو ما يحتاجها، ولا واحد الحاجه اللي هي مجرد انه كيكون في هذيك اللحظه زراته. هذا مرحله اولى. المرحله الثانيه مرحله التخزين الجيد، وكنعرفوا حنا التخزين مهم بزاف بالنسبه للقيمه الغذائيه بالنسبه لاي وجبه. كذلك مرورا بالطهي، والطهي تعتبر محطه من المحطات ديال القيمه الغذائيه، يعني عندها اهميه ديالها. مرورا بالطهي الى التناول الجيد، ولما نتحدث عن التناول الجيد نتحدث على العادات الغذائيه الجيده، نتحدث على الاكل، ونتحدث على اداب الاكل. والرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن اداب الاكل، واداب الاكل ما جاش غير هكاك، ما جات مثلا الاكل باليد اليمنى. وكنعرفوا حنا الدراسات الحديثه تؤكد ان كاين انظمات موجوده في راحه اليد، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عطانا دروس خصنا نستافدوا منها وخصنا نطبقوها في الحياه اليوميه ديالنا. هذا الشيء هذا كامل كنقولوا بان واحد الغذاء ممكن انه يكون صحي مثلا عند مول الحانوت، ولكن مرورا هذه المراحل هذه ممكن يصبح ماشي صحي. العكس ممكن يكون غذاء غير صحي، ممكن أن نردوه الصحي بواحد اللمسات اللي هي لمسات مغربية أصيلة. وأنا كنقول عفاكم بالنسبة للمغاربة نبقاو بدائيين في طرق الطهي ديالنا، ماشي عيب، ماشي عيب أننا نبقاو بدائيين في الطريقة ديال الطهي ديالنا وفي الطريقة ديال الغذاء ديالنا، لأن هذا الشيء هذا في المصلحة ديال المستهلك في حد ذاته. نعم، وهي نبقاو بدائيين شوية صعيبة أستاذ محمد الحليمي. علاش؟ لأن حتى الإيقاع ديال الحياة ديالنا اليوم ما بقاش كيسمح، يمكن يعني ديك السرعة هذه المسائل كلها ولات كتأثر يعني في النظام الغذائي كيف ما شرتي. خلينا نبقاو في الأواني ديال الطبخ اليوم، وكنعرفوا أنه حتى المواد اللي كتكون مصنوعة منها هي مختلفة. كنوجدوا الأواني اللي مصنوعة من الألمنيوم، كنوجدوا الأواني اللي مصنوعة من لينوكس، وكاين كذلك ديال الطين، وبعض المرات كنشوفوا بعض المناسبات يعني الأمهات كيجبدوا في بعض المناسبات الخاصة حتى الأواني اللي مصنوعة من الفضة ولا من النحاس وكيستعملوها. غادي نمشيو اليوم معاك أستاذ محمد الحليمي باش نعرفوا التأثير ديال كل وحدة من هذه الأواني والمادة اللي مصنوعة منها. مثلا
بالنسبه للالومنيوم شائع عند الكثير من الناس انه عنده تاثير على مستوى الذاكره، هذه المساله واش هي صحيحه ولا خطأ؟ نعم، اولا باش نتحدثوا على الغذاء وعلاقته بالاواني المنزليه، اولا فيما يتعلق بدرجه الحراره باش حتى المستمع الكريم يفهم. الوغ بالنسبه لما يتعلق الامر بدرجه الحراره، يعني نتكلم عن الاواني، من بعد غادي نجيو البلاستيك. الوغ دابا حنا نتحدثوا على الاواني المنزليه وخاصه الالومنيوم وخاصه هذه الاواني اللي هي كاينه. لما نتحدث عن الطياب هذا المفهوم هذايا عاد كيوليو هذه المشاكل هذيا. الوغ في قديم الزمان كانوا الناس كيعتمدوا على اواني طبيعيه، اواني من الطين، اواني من الفخار، ومعروف ان الانسان مصنوع من التراب، يعني الانسان جاي من التراب، وهذه المواد هي قريبه من التركيبه ديال الجسم الانسان، وبالتالي ما كتضروش بدرجه المواد اللي كنستعملوها دابا. وحتى طرق الطهي كانت بالحطب، يعني للاسف حنا اكيد اننا ما غاديش نرجعوا لهذه العادات هذه، ولكن يجب الاشاره لها لان الباديه المغربيه مازال موجوده. والحطب هو عباره عن مواد طبيعية فيها مضادات الأكسدة، هادشي دابا اللي بغيت المستمع الكريم يعرفو. على عكس اليوم اللي كنحتاجو الأواني ديال الألمنيوم، أواني ديال النحاس، ربما لي فور ميكرووند، يعني هاد الفرن اللي ولا دابا، الفرن ديال الغاز، ورق الألمنيوم، البلاستيك، هادشي هذا كامل علاش جا؟ لأن الحياة وتسارع الحياة اليومية ديال الإنسان وراجع لهاد الإنسان لما يتعلق بالغذاء كيقول لك أنا وقتي ضيق، يعني ضيق الوقت في حاله ما يتعلق الامر بالغذاء. اما حاجات اخرين يمكننا نلقاوها، والقاسم المشترك ديال هذه الاواني كامله هي السرعه. علاش؟ لانه ولا الانسان كيعيش في واحد السرعه اللي هي كبيره، وهنا انبثقت العديد من 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 الظواهر، منها ظاهره الفاست فود ولا ظاهره الوجبات السريعه. يعني هذا الشيء كان اعطانا الوجبات السريعه، واكيد من ضمن الاواني اللي كاينه الاواني ديال الالومنيوم. وكنعرفوا حنايا الالومنيوم، لا مثلا الصحون ديال الالومنيوم ولا الملاعق ديال الالومنيوم ولا ورق الالومنيوم في حد ذاته يتاثر بحد العوامل. من ضمن هذه العوامل اولا البي اش المنخفض ولا الوسط الحامضي، وسط الحامضي والحراره والضغط والاصطدام، هذا كامل غنشرحوهم. اولا بالنسبه للوسط الحامضي، يعني الاغذيه الحامضيه، لان حنا كنطيبوا في هذه الاواني كنطيبوا خضر، كنطيبوا فواكه، كنطيبوا وهذه الفواكه والخضر تختلف هذا البي اش ديالها ولا الخضر ديالها، وبالتالي كاين هناك تفاعل غادي يجيو الاخر ونقولوا الخلاصه ديال التفاعلات هذه. كذلك الحراره، لما كترتفع درجه الحراره وكنعرفوا الحراره سكون ابل حنايا كيكون دي كاتاليزور، يعني كيحفزوا التفاعلات بالنسبه ل ل ل ل يعني الاواني وبالنسبه للاغذيه. كذلك الضغط، وكنعرفوا حنايا الضغط لما كنحلوا مثلا كوكوط وذاك الضغط اللي كيخرج، يعني كيكون واحد الضغط كبير جدا، وهذه مساله مهمه جدا، هو ان الضغط افقد القيمه الغذائيه ديال 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 الاغذيه اللي عندنا، على عكس الطاجين المغربي، الطاجين المعروف. وغادي نجيو نتوقفوا ان شاء الله على الطاجين وغنديروا بزاف ديال الملاحظات على المساله ديال الطاجين. كذلك الاصطدام، شنو المقصود بالاصطدام؟ المقصود بالاصطدام هو الاواني الالومنيوم، لما مثلا واحد نعطي واحد المثال، كنستعملوا واحد مثلا صحن ديال الالومنيوم ومعاه واحد المعلقه ديال الالومنيوم، الوغ لما ذاك الاصطدام اللي كيكون بين هذاك بين ذاك المعلقه وبين ذاك الاواني كيعطينا ايونات، يعني كيعطينا ايونات دائبه في الماء. هذيك الايونات اكيد انها كتدخل الغذاء، واكيد انها كتوصل لجسم الانسان، واكيد كتعطينا واحد التسممات الغذائيه اللي من بعد كتبان. بالاضافه الى حنا للاسف اننا نستهلك الملح بكثره، واضافه الملح بكثره يزيد من هذه التفاعلات. الوغ علاش معنى هذه التفاعلات؟ اضافه الملح بكثره والحموضه، يعني البي اش المنخفض والحراره والضغط والاصطدامات، لما الانسان مثلا كما كنقولوا حنايا كنكونوا كنخلطوا مثلا ديك المحتويات اللي كاينين في ذاك على درجه الحراره، الوغ هذوك الاصطدامات ديال هذوك كيعطيونا ايونات، هذه الايونات يعني اكيد انها كتدخل الجسم. الوغ هذا الشيء هذا كامل شنو كيعطينا؟ كيعطينا تفاعل بين الالومنيوم وبين المواد الغذائيه، يعني مستحيل انه ما يكونش هذا التفاعل، اكيد كاين هذا التفاعل هذا. واكبر المشاكل اللي كتظهر لنا هي هادشي على المستوى البعيد، هي ان كاين دراسات كتقول انها ممكن انها توصل لتدمير الخلايا العصبيه. علاش؟ لان هاد التراكمات هذه كتعطينا اولا من حيث القيمه الغذائيه كتنقص لنا من امتصاص الحديد ولا الزنك والكالسيوم، هاد المواد ولا هاد الاملاح المعدنيه اللي هي مفيده لجسم الانسان. الوغ الجسم الانسان لما يكون انه يتفرغ لامتصاص هاد المواد كيلقى راسه
امام واحد النقص في هذه المواد هذه وكثره ديال ماده الالومنيوم التي تخزن في الجسم وخاصه على مستوى البطن. وكنعرفوا شنو مستوى البطن قريب من الاعضاء الحيويه، منها الكليتين، منها الكبد، منها العديد من الاعضاء الحيويه. وكنعرفوا حنا هذه المنطقه هي اخطر منطقه في جسم الانسان، ونؤكد ان هذه الماده ديال الالومنيوم هي ماده توكسيك، هي ماده ضاره لجسم الانسان، وماده ممكن انها تسبب العديد من المشاكل. هذا من جهه، من جهه اخرى استعمال ورق الالومنيوم، هو الورق الالومنيوم ما جاش من اجل الطهي، جا من اجل الحفظ. ورق الالومنيوم ربما المستمع الكريم ما كيردوش البال، عنده جوج، عنده دو فاس، عنده جوج ديال لي فاس، عنده جوج ديال الوجه، يعني بغينا نقول وجهين، الوجه اللامع والوجه الغير لامع. يعني الوجه اللامع كيستعمل للطعام الساخن، والوجه الغير لامع يستعمل للطعام البارد. ولكن هادشي ما كيعملناش اننا، لان كاين بعض الاشخاص كنسولهم انا شخصيا كنقول لهم واش ممكن انكم تتخلوا على الالومنيوم والورق الالومنيوم، كيقول لك لا ما نقدرش نتخلاو عليه. الوغ شنو كنا كنديروا مما كانش ورق الالومنيوم؟ هذا السؤال المطروح. الوغ داكشي اللي كنا في الماضي القريب، المشكله ماشي بعيدا، في الماضي القريب يعني الانسان ما كانش عنده هذه العادات هذه، وما كانش هاد الاستعمالات ديال هذه الاواني هذه. وبالتالي في الاخر غادي نجيو ان شاء الله وغادي نعطيو الحلول من اجل اننا نبعدوا قدر الامكان. للاسف ما بقاش عندنا ذاك نقطه الرجوع، باش اننا نرجعوا، ولكن نحاولوا نديروا التحسينات على الاواني ديالنا باش تكون عندنا واحد القيمه غذائيه جيده. نعم، نمشيو كذلك النقطه اللي هي شرتي ليها في البدايه استاذ محمد الحليمي، اللي هي خاصه كذلك بالبلاستيك. كنعرفوا انه ما يمكنش كاينه شي كوزينه مغربيه اللي ما فيهاش علب او اي حاجه اللي هي مصنوعه من البلاستيك. الاستعمال ديالو يومي عند كل اسره مغربيه، فنبغاو نعرفوا معاك كذلك التاثير ديالو على القيمه الغذائيه دائما الخاص بالتغذيه. نعم، اكيد المستمع الكريم كيعرف بان مؤخرا تم منع البلاستيك الاسود. يعني شوف شحال استعملناه، شحال المده اللي استعملناه، واخيرا تم منع ديالو. انا نتحدث عن البلاستيك الاسود، كل لون الاسود بحال اللون البني، بحال الالوان الاخرى، بحال اللون الابيض، بحال الالوان الاخرى. يعني بلاستيك يعني حنا في علم التغذيه نسمى لا ميغراسيون. شنو هي لا ميغراسيون؟ هي انتقال المواد الموجوده في البلاستيك الى الغذاء، وخاصة بوجود كما قلنا الحموضة والحرارة والدهون. كنعرفوا حنا أغلبية ديال الدهون كتمتص من هذه المواد هذه. شنو هي هذه المواد؟ هي مادتين معروفتين، ومادتين داروا واحد الضجة كبيرة في العالم، مادة الفطالات ومادة البيسفينول أ. هذو مواد توكسيك، مواد سامة لجسم الإنسان. والأخطر من هذا هو أننا كنلاحظوا بعض المغاربة مثلا اللي كيديروا أغذية ساخنة في هذا البلاستيك هذايا. ألوغ ما كان هذا البلاستيك عافاكم إيفيتي، حتى لو بلاستيك أليمونتيغ. ألوغ ماشي يعني هذه مسألة تجارية، أنا أؤكد أنها مسألة تجارية. يعني على الأقل الإنسان ممكن الأواني نديروا طرق لأننا نحسنوا هاد الاستعمال ديالها، لكن البلاستيك ما نقدروش نتعاطفوا مع البلاستيك، لأن البلاستيك كيبقى مادة، ولا البيسفينول أو الفطالات، هذو مواد توكسيك اللي تحدثوا عليهم العديد من الجمعيات اللي هما كيناضلوا دابا من أجل أننا نسحبوا هاد الشيء ولو من الغذاء ديالنا، لأن البلاستيك غذى جميع العالم وغذى كل جميع البقاع العالم، لكن ما ندخلوش للمعده ديالنا، لان لما كيدخل المعده ديالنا هي ماده سامه تؤثر على المعده في حد ذاتها، وكتعطينا بعد ما يسمى بطاحه المعده. كذلك السرطانات، معروف ان البيسفينول او الفطالات كيعطينا السرطانات، والسرطانات هي مساله مؤكده يعني بدون نقاش، يعني كتعطينا السموم في جسم الانسان. وعلى الاقل لان البلاستيك هو، لان حتى الملابس، حتى بعد الملابس اللي هي موجوده دابا، مستحيل انك تلقى واحد الحاجه اللي سويه واحد الثمن قليل وما تفكرش في انها منين جات، مع العلم انها جات مواد اللي هي مواد بتروليه، مواد رخيصه الثمن، من اجل اننا نستهلكوها. وحتى الملابس وحتى العديد من المواد فيها البلاستيك، على الاقل نقلل من دخول ماده البلاستيك في جسم الانسان بواحد النسبه اللي هي كبيره، من خلال التغذيه الجيده وتجنب هذه العادات السيئه الى صح التعبير. نعم، طيب نرجعوا للطاجين، فهو لا. فيه جزء من التراث ديالنا المغربي، فيه لما كنبغيو حتى ذاك الحسن ديال الضيافه وديال الاستقبال الناس اللي هما عزاز علينا، كنقولوا غنديروا الطاجين، لانه يعني بحكم كياخذ شويه ديال الوقت، كيطيب على مهلو، يعني كل هذه المسائل. شرتي استاذ محمد الحليمي انه الانسان امر طبيعي، لانه يعني خلق من الطين، فكيبقى هو الاقرب ليه. شنو باقي الايجابيات اللي كتكون يعني في القيمه الغذائيه دائما، لانه هي الموضوع ديالنا الخاصه بالتغذيه، لما الانسان كيطيب في الطاجين؟
نعم اكيد. لما اول حاجه كنتحدثوا عليها هي الضغط، يعني الطاجين لما كيطيب كيطيب كما كنقولوا حنا المغاربه على المهل، كيطيب واحد الحراره اللي هي مهيله، وحتى الطاجين باش يطيب مزيان ما كنعطيوش واحد الحراره اللي هي كبيره. معروف الناس كيطيبوا في الطاجين بواحد العافيه مهيله. نعم العافيه مهيله باش وجميل جدا، جميل جدا ان الطاجين كل ما زادت كما كنقولوا حنا العمر ديالو كتولي فيه واحد البنه اكثر، هذه معروفه، يعني كيعطينا واحد البنه اكثر وكيعطينا واحد القيمه اللي هي جيده. الوغ الطاجين، وبالنسبه انا شخصيا سولت الناس اللي كي يصنعوا هذا الطواجن وكيديروا داك الماده فوق الطاجين، داك الماده الملمعه، هذه الماده هذه سولتهم، كاينين بعض الناس اللي واعيين ومازالين كينتجوا هذا الطواجن هذه، لكن سولت واحد الشخص قال لك باللي هذه المواد هذه كيديروها من اجل التزيين. شنو معناتها؟ معناتها ان الانسان كي مثلا اللي كيبغي كياخذ داك الطاجين باش يطيب به، غير باش يزين فيه، يزين مثلا المنزل ديالو. الوغ هذا مقبول، يعني مقبول اننا ناخذ يعني باش حتى المستمع الكريم الا شاف هاد الناس مازال كيبيعوا هاد الطواجن هذه، الوغ اكونديسيون ان ما نطيبوش فيه، اننا نزينوا به مثلا المنزل ولا لا كويزين ولا هذه ماشي مشكله، لكن باش نوصلوا اننا نطيبوا به هذا غير مقبول. علاش؟ لان للاسف احنا عندنا ثقافه غذائيه لا من حيث الاواني ولا من حيث الطهي، دخلت عليها واحد التحسينات، هاد التحسينات غير وهاد الاجتهادات غير جيده. انا الثقافه الغذائيه المغربيه كنشبهها تماما بالقفطان المغربي، يعني القفطان المغربي ممكن نعطيه واحد التحسينات لكن خصنا نخليه الخصوصيه المغربيه ديالو. هكاك النظام الغذائي، هكاك النظام الغذائي. الطاجين جيد، سمعه جيده، للاسف اننا احنا فسدناه بهذوك المواد هذيك، حتى انه وصل لاوروبا، وصل بعض الدول كتمنع دخول الطاجين المغربي. علاش؟ لان معروف ان الطاجين المغربي فيه هذيك الماده ديال الفيرني ولا ديك الماده الملمعه اللي كتخليه انه غير مقبول، وبالتالي ما يمكنش نتخلاو على الطاجين من اجل هذه الاسباب هذه. اكونديسيون ان الناس يمشيو، معروف ان كاين الطاجين اللي كيدير 20 درهم وكاين الطاجين اللي كيدير 70 درهم على حسب المواد المستعمله. الوغ الشخص الا كان شي حاجه كتتعلق بالصحه ديالو، كتتعلق بالنظام الغذائي ديالو وبوليداتو، الوغ اكيد انه غيمشي ياخذ واحد لان حنا كنقولوا المغاربه ومثل جميل عند الخصوص خلي نصو. هادشي كيوقع لنا، هادشي كيوقع لنا بزاف، وخاصه المساله ديال الطاجين. نمشيو عند مولين الطواجن، عندهم الطواجن اللي هما وعندهم واحد الجوده عاليه. علاش؟ لان الطواجن اللي معروفين انهم ضارين فيهم هاد المواد هذه، للاسف انه تاكد علميا ان هاد الماده هذه تؤثر على الطفل وتؤثر على المراه الحامل. المرأة الحامل كيوقعوا لها تشوهات، والطفل ربما يوقع لنا واحد الغوطار دو كواسونس ولا تأخر في النمو. نعم، في التأخر في النمو ديالو تماما، خاصة استعمال هذه المواد اللي هي مثلا هذه المواد، خاصة مادة الرصاص. وكنعرفوا احنا مادة الرصاص هي مادة توكسيك ومادة سامة لجسم الإنسان، يعني تقوم بإتلاف الخلايا. وللاسف حنا النظام الغذائي ديالنا فيه دي كالوري فيد، فيه السعرات اللي هي فارغه، الوغ معنات ان الجسم ديالنا ما فيهش واحد المخزون ديال الاملاح المعدنيه. الوغ هاد ماده الرصاص لما كتدخل لواحد الجسم وكتلقى ما فيهش واحد المخزون ديال الاملاح المعدنيه، كيكون التاثير ديالها اخطر. وفين كتجمع على مستوى الكلية، على مستوى العظام، على مستوى المخ، على مستوى الكبد، وكنعرفوا هذه هي لي زورغان نوبل ولا الاعضاء اللي هي حيويه في الجسم الانسان، وكتزعزع لنا السكونابير حنا لو ميتابوليزم، يعني التمثيل الغذائي، وكتنقصنا الفيتامينات مجموعه بي. وكنعرفوا حنا لان بعض الاشخاص كيقول لك حنا ولات عندنا واحد النرفزه، ولات عندنا واحد العصبيه، مع العلم ان العصبيه كانت مساله كانت استثناء، دابا ولات عاده. نعم. ولات عاده، سببها اقول واكرر هو نقص الفيتامينات جروب بي، وخاصه فيتامين واحد اللي هو التيامين، فيتامين بي 2 اللي هو الريبوفلافين، فيتامين بي 3 اللي هو النياسين، وبي 12. الوغ هاد الفيتامينات لما كتنقص كيتعرض الانسان لو ستريس، هو اللي كنعيشوه دابا. ولو ستريس هو القاسم المشترك بين جميع الامراض، اؤكد ان لو ستريس هو القاسم المشترك بين جميع الامراض، سواء كان ارتفاع الضغط ولا السكري ولا السرطانات ولا العديد من الامراض اللي هي كتغزو العالم في هذا القرن هذا. وغنرجع لك مازال استاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، باش نوصلوا لقائنا معك دائما في برنامج الصحه وسلامه على ميد غاديو. مرحبا بكل تساؤلاتكم او فيها 05 22 46 72 51 او 52 او 05 22 43 00 00 تسعود، والا عن طريق رقم خاص دائما برسائل
رسائل اس ام اس اللي هو 50 80 فاصل. والقيمه الغذائيه للاغذيه كتاثر بالكثير من الخطوات، كتبدا بالانتقاء والاختيار ديال هذه المواد الغذائيه مرورا بطريقه التخزين ووصولا للتحضير وللطهي ديالها. وفي الطهي فالاواني اللي هي خاصه بهذه العمليه عندها تاثير كبير على هذه الاغذيه، بحيث ان الاواني اللي هي مصنوعه من الالمنيوم مع التفاعلات طبعا اللي كتكون خلال عمليه الطهي، علميا تم اثبات او الدراسات تبتات انها ممكن تساهم في تدمير الخلايا العصبيه. وبخصوص ورق الالمنيوم فهو عاده الاستخدام ديالو اللي لازم يكون، فكنعرفوا انه الورق ديال الالمنيوم فيه زوج ديال الجهات، فالجهه اللي فيها اللمعان هي خاصه بحفظ الاطعمه الساخنه، والجهه اللي هي مات او ما فيهاش ديك اللمعه فهي خاصه بحفظ الاطعمه البارده. ورق الالمنيوم نهائيا ما كيتمش استعماله خلال العمليه ديال الطهي او ديال الطبخ. وطبعا كيبقى الطين هو الاقرب للتركيبه ديال الانسان بما انه خلق من طين، فيعني الاخصائيين ديال التغذيه كينصحوا بانه نرجعوا شويه لديك العادات القديمه والبدائيه ديالنا، ماشي بدائيه بمعنى يعني السلبي ليها وانما بمعناها الايجابي، لانه الطاجين ولكن بشرط الا كان ما كيحتويش على ديك الطبقه اللي فيها داك اللمعان، لان كذلك فيها ماده اللي هي خطيره جدا وكتاثر على يعني الصحه ديال الانسان بما فيها الاعضاء الحيويه بحال الكبد بحال الكليتين كذلك. وممكن المراه اللي هي في الفتره ديال الحمل يعني الجنين لا قدر الله تصيبه بعض المشاكل الصحيه ويبان عنده من بعد مستقبلا تاخر على مستوى النمو ديالو، فكناخذوا داك الطاجين اللي هو مات ما فيش اللمعه نهائيا باش كنستخدموه العمليه ديال الطهي. وكيف ما قلنا كيبقى الطين هو الاقرب للتركيبه ديال الانسان تفاديا لكثير من المشاكل الصحيه اللي كتظهر ولا كتبان عندنا مستقبلا. وكانت هذه نصيحه اليوم، نتمنى تكونوا لقيتوا راحتكم معنا. موعد رجعنا على ميد غاديو دائما في حلقه اليوم من برنامجكم الصحه والسلامه. حديثنا هو خاص بالاواني ديال الطهي ولا ديال الطبخ وكيفاش كتاثر على القيمه الغذائيه للاغذيه اللي حنا كنحضروها. مرحبا بكل تساؤلاتكم، ارقامنا دائما 0522 46 72 50 51 او 52 او 0522 43 00 00 الا عن طريق رقم خاص. دائما برسائل اس ام اس اللي هو 50 80. ما تنساوش في اول الرساله ديالكم قوموا بكتابه كلمه صحه اس ا اش ا، خليوا فراغ وبعثوا بسؤال ديالكم ان شاء الله نجاوبوا عليه خلال الحلقه. دائما معنا الاستاذ محمد الحليمي اللي هو اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. فنرجعوا لك مره اخرى استاذ محمد الحليمي، وهذه المره الحديث غادي يكون على الاواني اللي هي كنستعملوها في مناسبات اللي هي خاصه بعض المرات، مثلا في الحفلات ديالنا بحال الاعراس بحال حفلات ديال الخطوبه كل هذه المسائل. ف يعني السيده ديال البيت لما كتبغي ترحب بالضيوف ديالها ما هو دليل على حسن الضيافه والاستقبال؟ كتجبد او هذه الاواني اللي هي ما استعملتهاش مده كتكون مصنوعه اما من نحاس واما من الفضه، كيفاش كذلك هذه الاواني كتاثر على القيمه الغذائيه ديال الاغذيه اللي حنا كنحضروها فيها بطبيعه الحال؟ واش يعني كيف ما شرتي في البدايه بحال الاواني اللي هي مصنوعه من الالمنيوم، ولا يعني التاثير ديالها كيكون خفيف نوعا ما ماشي بنفس الحده ماشي بنفس التاثير؟ فنرجعوا لك مره اخرى استاذ محمد الحليمي مازال معنا على الخط. استاذ محمد الحليمي مازال معنا؟ نعم. طيب سؤالي هذه المره خاص بالاواني اللي هي مصنوعه من النحاس ولا من الفضه؟ قلنا انه كتكون في مناسبات اللي هي خاصه ماشي دائما، واش نعم. عندها نفس التاثير كيف ما شرتي في البدايه بالنسبه للاواني اللي مصنوعه من الالمنيوم، ولا التاثير الحده ديالو كيكون شويه خفيف؟ نعم، هو بالنسبه للتاثير موجود، غير بالنسبه للحده ولا الشده ديال التاثير هو من المواد الاخرى، غير هو ذاك لدرجه انها كتكون مده ما تستعملت. عندي واحد النصيحه للامهات انهم لما يبغيو يستعملوها يديروا على الاقل على حسب الاناء يديروا نصف اناء يديروا فيه واحد الماء ويخليوها تغلي لواحد المده ديال نصف ساعه، يعني الا كانت مده ما استعملت هذه الاواني هذه. الوغ احنا مستحيل ان نقولوا للامهات انهم ما يستعملوش هذه الاواني هذه، لان ما يمكنش، يعني من ضمن الحاجات اللي ما نقدروش نحيدوهم، لكن الا كانت مده ما تمش ديالها من الاحسن باش نيفيتيو هذيك المواد اللي هي تقدر تكون التفاعل ديالها مع الغذاء، نديروا تقريبا واحد نصف ديال الحجم ديالها ماء ونحطوها تغلي لواحد درجه الحراره حتى درجه التبخر واحد المده اللي هي تقدر توصل حتى لنصف ساعه ونخليوها تبرد، ومن بعد يمكن الاستعمال ديالها. هذه الطريقه الوحيده اللي نقدروا نديروا بالنسبه لهاد الاواني هذوما. نعم. غادي ناخذوا نتواصلوا مع المستمعين الكرام هذه المره استاذ محمد الحليمي باش نسمعوا الاسئله ديالهم ان شاء الله ونجاوبوا عليها. غادي ناخذوا جميله معنا من العيون، مرحبا بك جميله. صباح الخير اختي لاباس. صباح النور، اهلا وسهلا. صباح الخير دكتور لاباس. صباح الخير. بسولك خويا غير على هذا الطاسيك اللي نديروا فيه اللحم، يقولوا عنه تاع الفريغو. نعم. الطاسيك الابيض هو ينغلق. نعم. ونسولك على بعض الاواني يديروا فيها الكيك وهي من البلاستيك تدخل الفران. العافيه. نعم.
شكرا شكرا لك يا جميلة. وصلتي معنا من العيون. غادي نمشوا هاد المرة باش ناخذوا أم إيمان معنا من الرشيدية. مرحبا بك أم إيمان. صباح النور للا. صباح الخير. أهلا وسهلا. كيف دايرة صحة لاباس؟ الحمد لله. تحية للنزية الرشيدية أم الله إيمان. الله يبارك فيك ربي يخليك أحبيبي وبارك الله فيك. صباحكم مبروك. وكان نشكر الدكتور على النصائح القيمة اللي كيعطينا. هو أخصائي في التغذية والحمية العلاجية الأستاذ محمد الحليمي. مرحبا أم إيمان. شنو سؤالك؟ الله يبارك فيك. السؤال ديالي هو القلي. القلي بزاف زعما في الطنجرة واش كيفقد المواد الغذائيه القيمه ديالها. واولا وانا عندي ديال الفخار، انا دايره برمه ديال الحريره بوحدها وديال المرقب بوحدها. نعم. البرمه ديال الحريره مناش مصنوعه من الالمنيوم؟ لا لا، من الفخار. من الفخار، من الطين، من الطين العادي. من الطين العادي. ما فيهش ديك اللمعه اللي كنتكلموا عليها، ديك الطبقه ما كاينش. ولكن كنقول حتى الطواجن اللي فيهم اللمعه راه كاينين الجوده زعما المزيانه اللي فيهم التيكيت بانهم دار زعما صحي، ولكن كيديروا 150 درهم بحال هكاك طواجن زعما بالجودة. طيب السؤال ديالك قلتي انه في الاول عندك البرمة اللي هي خاصة ديال الطين، هذه كتعملي فيها الانواع ديال الشوربة مثلا بحال الحريرة. اييه. نعم. والاخرى ديال المرقة غير هو واش القلي كيفقد المواد ديال الخضرة القيمة ديالها الغذائية ولا لا. انا زعما كنشوف في البادية كنمشي كنشوفهم ما كيقليوش. نعم. وبغيت نشوف الاخصائي واش هذا الشيء صحي زعما اللي كيديروا ولا. وانا كنصحي وكنشوف الاستاذ باش ينصحنا. واخا واضحة ام ايمان. شكرا لك تواصلتي معنا من الرشيدية. نمشيو ناخذوا سعاد هذه المرة من تيزنيت. مرحبا بك سعاد. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيدايرة اختي لاباس؟ الحمد لله سعاد. شكرا بعدا على الموضوع بزاف بزاف حيت كيخصنا بزاف بزاف. مرحبا، هذا واجب علينا دائما. شوفي يا اختي، انا بغيت غير واحد السؤال وداك الشيء بالنسبة للميكرو اوند. انا كنستعملوه بزاف صباح وعشية كنستعملوه، وكاين اللي كيقول لك اودي راه ما مزيانش ورا ديك الطريقة باش المهم كيسخن وداك الشيء هذا، ولكن في الحقيقة واش كاين شي دراسة بأنه كيتمنع ولا زعما كنبقاو نستعملوه؟ ما فهمناش في الحقيقة، بغينا على الأقل الاختصاصي يعطينا زعما كاين شي رأي في هذا الشيء. نعم، أنت الاستعمال ديالك كيف ما شرتيها سعاد يومي فيه، يعني ما تقدريش نهائيا تستغني. يومي. نعم. كنسخن فيه جميع الأنواع ديال الأطعمة زعما يوميا. يوميا، نعم. أييه. واضح سعاد. إن شاء الله نجاوبوك على الحلقة، طبعا بسؤالك في الحلقة ديال اليوم. غادي ناخذوا هالمرة سعاد معنا ولكن المدينة المحمدية. مرحبا بك سعاد. صباح النور عليكم وصباح الخير للاستاذ. اهلا وسهلا. السؤال ديالي انا غير بالنسبه لدوك لي سميتو لي بوطون بلاستيك، كما كنشريهم حتى كنقرا فيهم بانهم راه كيدخلوا الميكرو اوند وكيدخلوا الكونجيلاتور، واش هاد القضيه صحيحه؟ زعما يوضح لنا الاستاذ واش نتبازى عليها هكذا وزعما نطبق هاد المسائل ندخلهم ولا واخا لقاها مكتوبه نيفيتيهم مره. وحاجه اخرى تكون هذوك لي بيت بواط كندير فيهم الكوتيل الدراري وكنصيفطو لهم والبابي الومينو حتى هويا كنستعملو مي كنبغي نديرو الكوتي غدا ونصيفطو للمدرسة. نعم. غير سعاد متابعنا من الاول ديال الحلقة. أيه. نعم، سمعتي الاشاره اللي شار ليها اليوم الاستاذ محمد الحليمي اللي هي خاصه بالورق ديال الالومنيوم؟ بعض المرات لانه سهول منها يعني ربة البيت ما كتردش البال، فالورق ديال الالومنيوم لاحظنا فيه زوج ديال الجهات، في بالفعل فيه فاصل اللي هو مات وفاص اخر اللي فيه ديك اللمعه. فما عرفتش انت الاستعمال كيفاش كتعاملي مع كل واجهه بوحدها. هو في الحقيقه منين شار ليها الاستاذ هذه الملاحظه عاد ردينا ليها البال. ما كنتيش كتردي؟ نعم. ما كنتيش؟ لا كنا كنردوا ولكن كان عندي بحال. نعم واضح سعاد. شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه المحمديه. نمشوا هالمره لترودانت باش ناخذوا حياه. مرحبا بك حياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله حياه. شكرا بزاف على هذا البرنامج. شكرا لك. مرحبا. بغيت غير نسولكم على الطاجين، واش ضروري نشريوه من غير ديك الماده الملمعه؟ انت بغيتي تستعمليه للطبخ بطبيعه الحال؟ كنستعملوه ولكن فيه ديك الماده الملمعه، يعني واش دابا خصنا نستغناو على هذوك؟ نعم. نعاود نشري وحدين اخرين ولا كيفاش؟ عندك شي سؤال اخر حياة؟ سؤال اخر على النحاس. النحاس واش كيف شنو المواد النحاسيه اللي نصحنا بها نشريوها باش نطيبوا فيه؟ لان شفت الناس انا كيطيبوا في النحاس. نعم. واضحه حياه. شكرا لك توصلتي معنا. جزاك الله خيرا. العفو، هذا واجب علينا. وان شاء الله احنا غادي نرجعوا باش نجاوبوا على كل الاسئله اللي مرت معنا في الحلقه ديال اليوم. دائما مع الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. غادي نبقاو مع فاصل اعلاني وراجعين مباشره من بعد. ورجعنا هذه المره في الجزء الاخير في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه دائما مع الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. فمعك استاذ غادي نمشيو باش نجاوبوا على الاسئله اللي مرت معنا في الحلقه ديال اليوم. كان سؤال ديال جميله من العيون، فجميله كتسول بخصوص البلاستيك الابيض اللي هي كتستعملوا لحفظ الاغذيه وكتوضعوا في المجمد، واش هذه المساله صحيه ولا لا؟
اولا بالنسبه تعفف تحيه للامهات المغربيه كاملين والحداقه المغربيه معروفه والام المغربيه معروفه, اذا تحيه ليها وتحيه لجميع الامهات ديال المغرب. واسمح لي استاذ محمد الحلمي, يمكن شوف لما طرحنا الموضوع يعني كل ام داك الهم ديالها في كل سؤال كتحس داك الهم ديال الاسره يعني والخوف على الصحه ديالهم. هذا ما فيش شك بالنسبه للامهات المغربيات, هو المشكل فين كاين؟ وبعض المرات التضليل في المعلومات, كثره المعلومات, كل شيء الكل يتحدث عن التغذيه ولكن ما كنعطيوش معلومات للمشاهد اللي هما معلومات افيكاس عمليين باش انهم يستعملوهم, هذا هو المشكل. اما بالنسبه للهم اللي كتهز الام المغربيه هذا ما فيش شك وما فيه ادنى شك بالنسبه للام المغربيه. على بالنسبه للاخت جميله اللي تحدثت على البلاستيك, انا اقول البلاستيك بجميع الانواع ديالو غير هي مساله التبريد كتكون اقل من مساله ديال الحراره. على مساله التبريد ممكن اننا نديروها ما كاينش مشكله, غير هي انا ما تحدث عن البلاستيك تحدث في ظل الحموضه العاليه في درجه الحراره العاليه, لان هنا غنشركوا نفس السؤال ديال الاخت سعاد جو بونس من المحمديه بالفعل على الاطفال. عافاكم هذا البيسفينول او الفطالات اللي كاين في البلاستيك الا عطينا لواحد الشخص عنده 70 كيلوغرام ماشي, لان نفس المكون ونفس الماده وربما نفس لا دوز نفس الكميه كنعطيوها لواحد الطفل اللي عنده 12 كيلوغرام, وهذا هو الاخطر, هو اننا نفس المواد في نفس الصحن ربما نفس الكميه كناخذوها حنايا اللي عندنا تقريبا 70 حتى 80 كيلوغرام للشخص اللي هو كبير للطفل اللي هو عنده 16 كيلوغرام, وهذه كتكون اخطر لان هذا الجيل ديال اللي راهم كبار دابا ما عاشوش مع البلاستيك بحال هذا الجيل اللي كيعيش فيه دابا, لانه البلاستيك غذاه هاد جميع المواد ديالو خاصه المواد الغذائيه. وعافاكم بالنسبه للاطفال ردوا البال. الوغ انا انصح الامهات باستعمال الزجاج, الزجاج جيد جدا جميل جدا استعمال الزجاج يعني بالنسبه لا للحفظ ولا بالنسبه للاطفال, اللي كيمشيو للمدرسه باش كياخذوا داك لي كولاسيون معاهم, الوغ ممكن يستعملوا كاين اواني ديال الزجاج صغيره وخا الثمن ديالها مرتفع, ولكن ماشي مشكله الا كانت من اجل هاد الاطفال ديالنا وهاد الجيل ديال غدا ما فيهاش مشكل. ما كاينش مشكل. نعم. نمشيو باش نجاوبوا على سؤال ديال ام ايمان من الرشيديه, سولات على القلي وحتى الاواني اللي كتستعمل فيها يعني القلي وداك الزيت يعني والقيمه الغذائيه كيفاش كتغير؟ نعم بالنسبه للقيمه الغذائيه اكيد لما نتحدث عن القلي نتحدث عن عدو القيمه الغذائيه هو القلي, وهذا هو مشكلتنا. علاش؟ لان الا كانت مثلا ناخذ المثال ديال واحد البيضه كتعطينا 60 سعره حراريه, لما كنقليوها كتولي فيها 300 سعره حراريه, وهذا هو الخطا, لاننا اولا كناخذوا دهنيات مهدرجه, والمستمع الكريم بغيت يعرف شنو هاد المسائل ديال الدهنيات المهدرجه, هو اللي كيتم لها اضافه الهيدروجين اما عن طريق القلي ولا عن طريق المواد المصنعه, لان مثلا الحاله الطبيعيه ديال الزيوت دائما تكون حاله سائله. علاش؟ واخا نحطوها مين في الفريزو كتكون حاله سائله. علاش؟ لان الطبيعه ديالها فيها دهنيات غير مشبعه, الوغ باش ان نردوها صلبه ونصنعوا ما يسمى بذاك الزبده ولا المواد هذه خصنا نديروا الهدرجه, وهذه الهدرجه هي اضافه الهيدروجين. الوغ هذه الهدرجه كتتم بهذه العمليه وكتتم عن طريق القلي, لما كنقليو هذه الهدرجه كتعطينا تحول الدهون من سيس لترونس. هاد المواد هذه التسميات العلميه ماشي المستمع الكريم مش ضروري يعقل عليها غير يعرف بان هذا التحول من سيس لترونس كيعطينا مواد مسرطنه, مواد مسرطنه زائد سعرات حراريه اللي هي كبيره جدا, ممكن انها تعطينا جذور حره وممكن تعطينا اكسده, ومع العلم ان المجتمع ديالنا ما كياخذش مضادات الاكسده بزاف, وممكن تعطينا تحول في الادان ديال جسم الانسان وتعطينا السرطانات اللي هي ولينا كنعيشوها اليوم بواحد النسبه اللي هي كبيرة عاليه جدا بالفعل. يعني بالنسبه للسؤال لان الوقت ما كيسعفناش بزاف استاذ محمد الحليمي, سعاد من تيزنيت سولات على الميكرون, فاحنا كنعرفوا يمكن العاده عند الكثير من الامهات الاستعمال ديالو كيكون يوم مي. نعم الوغ العاده يلاه بدات هذه العاده للاسف يلاه بدات, الوغ ممكن انا نتخلاو عليها, ممكن انا ساقول واحد المعلومه واستسمح. الوغ بالنسبه للفورا ميكرون جو بونس انا ما دايش حتى الصدقه, الوغ الانسان الا بغى يتخلى عليه ما نقدرش حتى نصدقه. علاش؟ لان الدراسات الحديثه تؤكد ان هذه الطريقه ديال الطهي اللي كيتم فيها في الفورا ميكرون ربما كيعجب بعض الناس. علاش؟ لان قلنا الهاجس في الاول هو السرعه, الانسان ولا سريع جدا, ولما كيلقى الفورا ميكرون دغيا كيدخل الغذاء وكيلقى باللي الى الانسان ما عندناش حنا الوقت باش نتحدثوا على الميكانيزم, ولكن ممكن انه يمشي لواحد موتور
دو ريغيرش في الانترنيت ويدير هذا الفور هذا ويشوف لي ديتاي ديال كيفاش علميا الى صح التعبير كيفاش كيتم تسخين هذه المواد ولا رفع درجه حراره هذه المواد هذه غادي يلقاها بانها تفقد تماما المواد القيمه الغذائيه لهذه الاغذيه اللي هي اغذيه كتكون طبيعيه وكتحول كما قلنا في الاول الحلقه كتكون اغذيه جيده وكتولي من بعد اغذيه غير صالحه للاستهلاك. نعم. اذا الانسان يتفاداه قدر الامكان. بالنسبه للسؤال ديال الحياه من تارودانت هي شرنا لهذه المساله في الاول ولكن معليش بها نختموا مره اخرى استاذ محمد الحليمي. بالنسبه للطاجين ديك الطبقه اللامعه يعني هي كتسول واش ضروري خصها ما تكونش الو هذه الطبقه اللامعه سواء كانت في الطاجين ولا في الاواني طبقه لامعه منها هذا التيفال ولا التيفلون معروف هذا التيفلون هي ماده في ماده كيميائيه تسمى البي اف او ا شنو هي البي اف او ا هي بيرو فلورايد كانويك هذه معروف ان شركه امريكيه لقات المضره ديالها وهاد الوثائق اللي خباوهم مده 20 سنه ومن بعد تم الكشف ديالهم وهذه الشركه امام القضاء علاش لان لقاو بان هذه المواد هذه هي مواد مضره الو بالنسبه أخت عفاف أنا عندي واحد السؤال إذا كان ممكن مرحبا شن هما هاد الطرق يعني أحسن طريقة ممكن أن نتجنبوا هاد المواد هادية هي الصوم عفاكم أنا أوصي يعني في ظل هاد الشيء كامل باش ما نكثروش على المستمع الكريم شنو ممكن يدير الأواني كل واحد عنده اجتهادات لأن ما عندناش الوقت باش نتحدثوا على الحلول بزاف ألوغ شنو ممكن يديروا الصوم يعني صوموا تصحوا تصور ان الغرب ولاو كيداويو بهاد جوج كلمات صوموا تصحوا علاش؟ لان انا اؤكد على الصوم التطوعي والصوم التطوعي يمكن اثنين والخميس واثنين والخميس تقدم اعمال ديال الانسان امام الله سبحانه وتعالى وخاصه في هذه الايام هذه هي الايام البيض وشنو هي الايام البيض 13 14 15 علاش؟ لان كيكون القمر بدر كيكون لي توكسين ولا السموم مجتمعه في الانسان وحتى العصبيه نوعا ما كتكون شويه العصبيه نعم في الايام البيض كتكون شويه العصبيه والصوم التطوعي لما كنصوموا نهار كنحيدوا السموم ديال 10 ايام علاش الله سبحانه وتعالى ولا الرسول صلى الله عليه وسلم الانسان الى صام رمضان من بعد 10 ايام ديال شوال كانما صام الدهر كله ماشي غير دينيا حتى صحيا علاش؟ لان لما كنصوموا نهار كنحيدوا السموم ديال 10 ايام لما كنصوموا 30 يوم كنحيدوا السموم ديال 300 يوم ولما كنصوموا 10 ايام كنحيدوا 10 ايام يعني هي 360 يوم هي تقريبا السنه كلها وبالتالي الانسان الى صام رمضان من بعد شوال من بعد الصوم التطوعي اؤكد ان هذه الامراض اللي عندنا دابا ما غاديش تكون دائما اقول الداء والدواء في الغذاء والمرض وارد والشفاء مطلوب والوقايه خير من العلاج. شكرا لك الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه ان شاء الله موعد قريب اخر غادي يجمعنا معك من خلال برنامج صحه وسلامه على الاذاعه القريبه منكم دائما ميد غاديو يوم سعيد واطيب الاوقات قدوها معنا دائما على الاذاعه القريبه منكم ميد غاديو الى